الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. صباح الخير يا فندم. اخبار درجات الحراره ايه النهارده والجو اخباره ايه، خصوصا بقى في الساحل واسكندريه والناس اللي مسافره في الويك اند؟ حضراتكم رغم ان النهارده في ارتفاع درجه واحده عن امس، لكن هي المشكله في زياده نسب الرطوبه وليس في درجه الحراره، لان عندي نسب رطوبه عاليه خاصه على الساحل الشماليه، لكن في الحقيقه اللي بيعوض بالنسبه للساحل الشماليه بيعوض ارتفاع الرطوبه هو وجود نشاط خفيف للرياح مع نسيم البحر، فبيخلي حاله الجو ممتازه بالنسبه للسواحل الشماليه المصري. يعني نقدر نقول ان الجو تمام، يعني ما فيش، مش هيبقى حر قوي بالنسبه للسواحل الشماليه. بالنسبه لوجه البحر القاري باقي الانحاء بيبقى حر، لكن في جنوب الصعيد بيبقى شديد الحراره في النهار. ساعات بالليل يا فندم بتبقى يعني الجو بيبقى سنه ساقع في بعض المحافظات، يعني مثلا في الساحل اسكندريه اسماعيليه بورسعيد، هل برضو بالليل يحتاجوا كده معاهم شال خفيف ولا لا برضو الجو معتدل بالليل؟ يعني هو ما بتبقاش بارد قوي، لان درجات الحراره الصغرى دلوقتي ما بقتش منخفضه قوي زي في الربيع مثلا، لا يعني ما زالت برضه بتبقى الى حد ما مرتفعه، لكن هو اللي بيبقى قريب من البحر، نسيم البحر هو اللي بيحسسه ببروده الجو، طبعا لما بيكون قريب من البحر يبقى لازم انه يبقى معاه اي شكل. طيب تمام ان شاء الله، يعني الجو تمام ومفيش اي مشاكل، مهم ان فيش شبوره فيش امطار، ده الجو حلو وصيف، فاللي عايز يعمل حاجه بقى يسافر ويتفسحوا في الويك اند. بس يهمني ان انا بعد اذن حضراتكم اتفضل الساده المتفقين على اللي على البحر ارجو عدم تواجد الشمس المباشر في الفتره من الساعه 2:10 حتى 3:00، لان دي بتبقى اكثر فتره الشمس فيها ضرر جدا على جلد الانسان، فيستحسن ان احنا قاعدين تحت الشمسيه في الوقت